هنا زيارة ميدانية في سوق الجملة ديال إنزكان ديال الفواكه والخضر، واللي شفنا فيه يعني الدينامية ديال السوق اللي هي جد مهمة، واللي كانت كيمول تقريبا الأسواق الوطنية فيما يخص الطماطم 91% تقريبا والخضر الأخرى كذلك. والان حنا في الضيعه ديال الانتاج ديال التمر ديال الطماطم، واللي كنشوفوا بانه الحراره الدنيا اللي كانت في هذه الاسابيع الاخيره اثرت بواحد الصفه يعني اللي هي باينه على النضج ديال الطماطم وعلى الجني ديالها باستمرار، بما ادى لواحد الارتفاع في الاثمنه، ولكن هذه يعني فتره عابره. الحرارة الدنيا بدات كتطلع، فاحنا كنشوفوا النضج بدا كيطلع تدريجيا، وهذا الشيء غادي يكون عنده واحد التأثير يعني مباشر في هذه الأيام والأسابيع المقبلة إن شاء الله قبل ما يدخل شهر رمضان المبارك، على الأثمنة ديال الطماطم اللي غادي ترجع تدريجيا للمستويات ديالها قبل هذه الآونة الأخيرة. والاجتماع اللي عندنا مع المهنيين اليوم مع الفيدرالية البيمهنية غادي يعني نمشيو فيه في التدقيق، لان عندنا معهم تشاور مستمر باش كيكون تدبير ديال تمويل السوق الداخلي باستمرار وبواحد الكميات اللي كتخلي المستويات ديال الأثمنة كتكون في الطاقة ديال الشرائية ديال المواطنين، والمهنيين منخرطين يعني في تزويد السوق الوطني كيعملوا واحد يعني العمل جبار باش كيوجدوا هذا يعني الانتاجيه وواحد الكميه اللي هي مهمه، وخصوصا واحد الجوده اللي هي عاليه، وهذا يعني هو العمل يعني اللي كيخلينا باش كنتحكموا في هذه القنوات ديال التوزيع بالنسبه للخضر والمواد اللي هي اساسيه بالنسبه يعني المستهلك المغربي. والتوازن كاين بين التصدير وبين السوق الداخلي، الاولويه للسوق الداخليه، والمهنيين منخرطين في هذه المنهجيه ديال العمل.